أهلا وسهلا. بدنا نحكي عن شوية هيك إنسان يكون ذكي ويكون عنده دهاء ولكن يعرف يستخدمها هيك في سبيل الصدق، في سبيل الخير. هل في واحد ماتت مرته؟ طيب كيف ماتت هالمرة؟ ما نعرف مين قتلها؟ ما بعرف. لا ما ماتت، بلا ماتت، جوزها قتلها، ما في برهان. في صار في محامي وقاضي هلا، والمحامي قال له للقاضي انا بقدر اقول لك انه هلا كلنا موجودين بهالقاعة، وهلا رح فرجيك انه المرة ما ماتت، بعدها حيا حي ترزق. والقاضي قال هلا بنفتح الباب وكلكم بدكم تشوفوها عم بتفوت. فتحوا الباب وناطرين هالمرة الصبية الجميلة انها تفوت، كلهم اتطلعوا، في واحد ما اتطلع هو جوزها، قال انه اللي قتل هو، كان الاكيد انه ماتت، ما اتطلع، انا اكيد انه ماتت، شو بدي اقول اتطلع يعني. هذا مثل سليمان الحكيم وقت اللي اثنين نساء ادعوا انه هي ابني، قال طيب من قصه اطلعتيها هي. هالحكمه بطلت موجوده عند الحكماء، صار في حكام بظلم، ما بقى في حكماء. ما بقى عنا احترام لهالحكمة. شو عملنا أو شو سممنا له؟ كلهم قتلناهم كلهم. انتبهوا، كل ما منلاقي إنسان عنده فهم وعلم وحكمة وهيك، يا منقتله يا منسرقه يا منكذب عليه، قول منكذب كتير ومنسرقه كتير ومنحاول نقتله، بس ليش ما عم نفهمه؟ شو عملنا بكمال جملات نص الصدر؟ هو بلبنان كتار عملنا فيهن هيك. ليش قتلني أنطون سعادة؟ كم مرة حاولنا نقتله لديش، بعدين هرب، راح على نيويورك، عرف حاله، ما له حياة بين العرب. وتلميذه هلا عملوا حزب مثل أنطون سعادة، حزب تلميذ المسيح، حزب كله هيك، الإسلام صار حزب تاريخي، كلنا دخلناهم في تاريخ، لأن ما حدا فات بجذور هالنور. الأفراد بتفوت بس بتبقى أفراد. بالأمة الشرق والغرب في جماعات ما بينتموا إلى أي بلد، إلى أي دين، حتى ما بننتمي إلى أمنا الأرض، يعني هيك ضيف على هالأم الأرض، تمرق مرور الكرام، مش سواح بتروح تصور بعلبك وبتجيبها بعلبك هونيك مش على الصورة. عشان هيك نادرا ما حدا بالبيت يمكن بتصور أنا وحدا بس على الطريق، اللي صور ما بيموت، هاي الورقة بتكبها وهيدا المكنة. عم نلعب بهاللعب هي تلعب فينا نحنا، بدل ما نتحكم بالسيارة بالكمبيوتر بالموبايل والجوال والحمال، هن عم يتحكموا فينا. وهون المرض والمشكلة، منك حر، كلنا خلقنا أحرار، ليش هالمكنة بتتحكم فيه؟ مش الحق على المكنة، هيدي آلة انت اي. نعم القرد وعجل البحر، عجل البحر والقرد. جلس قرد على شجر جوز الهند لجوار ترع، والتقت ثمرة من ثمارها والقت حبة بالترع، فأحدث ذلك صوتا أعجبه، فألقى ثمرة ثانية ثم ثالثة، وحدث أنه كان في الترع عجل البحر. التقط هذه الثمار وظن أنها دليل محبة له من القرد الذي ألقاها ليخدها، فنزدت له لها القرد. بس أنا القرد عم بزدها كده، عم بزدتهم لألي، يمكن لألي هذا. فخرج وتحدث إلى القرد وعجبه ذكائه كتير وحكمته، وظل يتردد عليه كل يوم ويسهر معه إلى ساعة متأخرة من الليل، يتحدثان كالصديقين. وهكذا ساعة
صار في كتير هيك عن مسكنه وأسرته غاب كتير. فتضايقت زوجة العجل البحر من كثرة غيابه وتأخره في الرجوع مساء، وما كان منها إلا أنها شكت حالتها إلى جارة لها عجوز وحكيمة، فنصحت هذه الجارة أن تتمارض. ومتى أتى زوجها ولاحظ مرضها وعجز عن معرفة سبب المرض وعلاجه، تقول له الأفضل أن نستشير جارتنا العجوز. ونجحت الخطة وحضر الزوج ولم يعرف كيف يتصرف في علاج زوجته وكان يحبها، فأحضر الجارة العجوز التي كشفت على الزوجة وقالت إن علاجها الوحيد هو قلب قرد. خلصنا نخلص. إذا كانت قد عرفت أن سبب تأخري عن بيتي هو بسبب صداقتي مع القرد وانشغالي في السهر معه. ورجع الزوج كئيبا إلى شجرة جوز الهند حيث تقاول مع صديقه القرد، وفي حديث معه قال إن له بيتا في جزيرة عبر النهر جميل جدا، وطلب من القرد أن يزوره هناك، فقبل منه ذلك. وقفز القرد على ظهر عجل البحر الذي سبح به إلى الجزيرة التي يوجد فيها بيته. وكان عجل البحر كئيب متحيرا في أمره، مفكرا هل يترك زوجته لتموت في مرضها وعلاجها الوحيد البرد، أم يخون صديقه الذي يحبه ويغطس في الماء ويموت القرد الذي لا يعرف السباحة. ولاحظ القرد كآبة عجل البحر وحيرته، فكلمه بصراحة وأن علاج زوجته البرد. فجمل وقال لماذا لم تخبرني بذلك عند الشجرة؟ ذلك لأن أعرف لما خبرت، لأن عادة نحن القرود إننا إذا زرنا صديقا لا نأخذ قلبنا معنا لأننا بنفتن بزوجته، فهلما بنا نرجع إلى الشجرة. وصدقه العجل ورجع. ولما وصل قفز القرد إلى أعلى الشجرة وقال له علاجك يا صديقي أن ترجع إلى زوجتك ولا تعود تسهر معي فتتأخر عنه. ضروري تقتله يعني وتغطس بالبحر وتاخذ له قلبه وتاخده، ما تيجي تسهر معه، خليك مع مرتك. القرد أفهم منه، اسمع له للي أفهم منك، أنت بعدك بالمي، هو إجا على مملكة النبات، هون الحكمة. والقرد بعدين تقدم وتطور وصار إنسان، داروين معه حق، وجعلنا من الشيء مي كل شيء حي، كلنا من الماء، كلنا من روح الله ونفخة. بس بدك هون عم بيشغل بهالحكاية عقل، كن عندك ذكر، ما تصدقش قالت الخطيارة وش عملت مرتك حجاج. اني تفكر المرة بدها تسخن تجوزها يهتم فيها، وهذا بده هيك يمرض، هي بده يروح على المستشفى، هذا بيعمل حادث، وهذا انكسرت اجره، وانا فقير ولو ما معي واعطيني. كان حافظ إبراهيم جالسا في حديقة داره، نعم بحلوان، ودخل عليه الأديب الساخر عبد العزيز البشري وبادره قائلا شفتك من بعيد فتصورتك وحدي ست. فقال حافظ إبراهيم والله يظهر أنه نظرنا ضعيف، أنا كمان شفتك وأنت جاي افتكرتك راجل، فكرتك رجال. رد له إياه، بهدل المرأة وبهدل الرجال. نعم اليوم زمن انك تحكي فيها قصة ويكون لها معنى او نكتة، وتشوف قديش كلنا هيك عم نشوف، صرنا اشبه الرجال والنساء، حتى في نكت سخيفة كتير، كل هالنكت اللي عم تنقال لول وما لول وغيرهم، يعني اهضم شي ولول، ما في الا زياد الرحباني بالعالم العربية اللي عايش وحده هلا، وفي شرب الخليل. بس ذهب كاتب شاب إلى الروائي الفرنسي المشهور ألكسندر دوما، مؤلف روايته الفرسان الثلاثة وكثير غيره، وعرض عليه أن يتعاون معا في كتابة إحدى القصص التاريخية. وفي الحال أجابه دوما ألكسندر في سخرية وكبرى، كيف يمكن أن يتعاون حصان وحمار في جر عربية وحدة؟ انت حمار وانا حصان، هيدا عنده غير سرعة وعنده غير حياته. على الفور رد الشاب هذه اهانة يا سيدي،
كيف تسمح لنفسك أن تصفني بأنني حصان؟ ترك الحمار لقاله مهضوب، قال له إهانة لقالك، يعني بتقول عني أني أنا حصان. عندما سئلت الكاتبة الإنجليزية أغاثا كريستي ليه تجوزت واحد من رجال الأثار، قالت لأني كلما كبرت وأثرت صار عندي قيمة أكثر عنده، مين بدي أخذ واحد يعني. قالت تجوزت وحدة صبية وحلوة، واحد بيهتم بدفن الموتى. قال له لا شو لي، قالت له لما أنت أخرته. كل واحد منا له غاية بحياته، أنت شو هدفك وشو غايتك؟ بكرة؟ ما في بكرة، في هلا، ما في مبارح، هذا ألبوم صور، في الآن والزمان والمكان. شوفوا الأولاد بس يكونوا مبسوطين بلعبتهم، وأكثر الأولاد بتبقى طبيعتها هيك، ما بفكر بدي ياكل أو بدي نام أو أمه بتعيط له أو شيء، أو هلا الليل أو اليوم الأحد أو اليوم الاثنين قديش ساعة، ما في هيك. وانت كمان بس تكون بعشق بحال مثلا قاعد على الانترنت او انا عم بقرا اوشو، بنسى انه في زمن، انه في وقت. بتجي النعوسه ما بتجي لا بنعس ولا بجوع لما بترك العشق اللي عندي اياه، وهو لا شيء بالنسبه لغيري. يعني ان لم تعودوا كالاطفال قال المسيح، بيجينا الخوف بكره، واذا ما معي شو بعملوا؟ يا عيشني امبارح اليوم بعيشني بكره. يعني بنت شو بدك؟ كل واحد منا يسأل حاله. تذكرتوا هي الرجال الكبير يعني قصته حلوة كتير ومحطوط على المواقع، قال لهم ما عرفت عيش وهلا عم موت وما عم بعرف موت. بذكركم تشتغلوا أول 30 40 50 سنة تجمعوا مصاري ترجعوا تحطون على صحتكم، ما عرفت تعيش وما عرفت تموت، تصرفون على مرتك وعولادك وعحفادك وعلى الناس وعلى البيوت والبنايات وحفات عراط. وين أطول برج؟ أنا أكبر برج، صاحب أكبر برج أنا الوليد بن ضلال. أي برج عملته؟ هلا بك تعمل أكبر خزوق بجدة، هاي جدبة بدها تصير، تتحمس غلاصك هالمرة وهالأرض هيدي إنك أخرتك مثلين تحت الأرض. تتذكر اللي عنده قصر والتاني عنده قصر، قال له أنا بعرف بيتي وده بيتك وده قصر وقصرك يعني لين هجنينتي وجنينتك، بس وين هالحدود؟ صار يقول الحدودان الحدودان. قال له يا خي تعطى نسأل أمنا الأرض، هي آدم منه. قال له وين حدودي وحدوده يعني وين؟ قالت له أنت وبيتك وقصرك وميلك وكلك وحدودك تحتي قريبة. حدا منا عم بيفكر كيف بدي يوسع عبره؟ شو اللي سبقني؟ شو تركني؟ فكر شو سبقني على العرش وعلى الفرش؟ كل واحد بيعرف هو شو عم بيعمل. كل هالمجاملات ما بدي اياها بقى. شيء بينتق أول مرة مريم نور من حبك، مرة تاني مرة تالت مرة تستفرغ يعني تكرار. بيعلم الحمير أنا دايما احترامي لحماري لأنه ما بيقبل لا مجاملات ولا صدق وكذب، ما بيأيد أي حد على حدا، عارف حاله بتحط له جلال حمار حمار، حتى اسمه ما بدي، ما بيعرف حاله، نحن سميني حمار. صاحب الحمار وبي الحمار فخور بالحمار، وأنا هيك فخورة. قال له برادر سان سيستر مون، قال له يا خي الحمار قديس فرانسيس. فإذن كل واحد منا اليوم هيك يفكر لحظة قبل ما ننام، هلأ يمكن ما نقوم، النوم نصف الموت. شو عملت اليوم لنفسي ثم نفسي ثم نفسي؟